عتيق يسأل يقول: ما الفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف؟ أخوي عتيق بارك الله فيك ورضي الله عنك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير وفي كل خير، يعني المؤمن عموما خير سواء كان قويا أو ضعيفا، لكن المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل. والعلماء اختلفوا في القوة هنا، هل المقصود بالقوة القوة الإيمانية أم أنها القوة الجسدية؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بهذا الحديث القوة الإيمانية، فالمؤمن القوي في إيمانه خير من المؤمن الضعيف في إيمانه، وإن كانوا جميعا خير لكن هذا أقرب إلى الله وخير إلى الله عز وجل. القوي في إيمانه في توحيده وفي تعلقه بأسماء الله تعالى الحسنى وفي القيام بالفرائض والواجبات وفي الابتعاد عن الشرك والبدع والمنهيات، قوي في إيمانه، بخلاف ذاك الذي عنده إيمان لكن قد يكون عنده تقصير في الواجبات، قد يكون عنده وقوع في بعض المنهيات. القول الثاني قالوا: المؤمن القوي ببدنه، بمعنى أنه يكون قوي في بدنه، قوي يعني بحيث أنه لا يهمل نفسه، لأن القوة في البدن تعين على القوة، تعين على الطاعة، تعين على الطاعة. والذي يظهر هو القول الأول، القوي في إيمانه، لأن القوي في إيمانه قوي في كل شيء.